وما زال شاومينج يسرب الامتحانات. شاومينج بعد ما سرب امتحانات طبعا اللغة العربية في محافظات كتيرة يعيد تسريب امتحان الجبر للصف الثاني الاعداد. وزي ما قلت لحضراتكم قبل ما اكمل بس حوارا، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عندك اي تعليق سيبهولي وانا هرد عليك ان شاء الله. طبعا لايك تعمل اشتراك عشان يوصلك كل الحاجات اللي بنزلها اول باول. طبعا بينزل شاومينج مجموعة من الامتحانات على صفحته على الفيسبوك. وطبعا الامتحانات انتوا عارفين ان في ادارات كتيرة وبيصدف ان هو بيجي في بعض الادارات، فانت حاول تستفيد من الامتحانات ده كأنه مراجعة. ممكن انت تلاقي الامتحان ده في محافظتك او في الادارة بتاعتك، وحتى لو ملقيتهوش لقيت اسئلة منه او بعض الافكار. ففي كل الاحوال انت استفدت من اللي نزلته شاومينج، بدل ما تخش تلاقيه في الامتحان وما تعرفش تحله. دي الامتحان الاول اللي نزل شاومينج. لو في حاجة تاني نزلت النهاردة او نزلت بكرة هنزلها لكم ان شاء الله عشان تبقوا متابعين معايا اول باول. ما تنساش اللايك الاشتراك على كلمة كل عشان توصلك الاخبار لحظة نزولك.